أستاذ شادي، نحن نحكي عن نروح لموضوع الرحلات المدرسية وقرار سواء إلغاء أو يصير الرحلات المدرسية ضمن أشهر معينة. هل طبقوا هذا القرار؟ هل أنت بتشوف هذا القرار صح؟ هل عالجوا إشي من القضية اللي صارت؟ أول نسعد صباحكم. صباح النور. بالنسبة للقرار، أنه سمعت أنه طبقوه من جديد، أنه ممنوع الرحلات المدرسية خلال فصل الشتاء. نعم. بالنسبة للطلاب اللي الله يرحمهم اللي طلعوا عن طريق المدرسة، طبعا أول شغلة طلعوهم بشركة سياحية غير مرخصة، هاي أول شغلة. نعم. وثانيا حسب ما سمعت يعني أنه المدير نفسه تاع المدرسة في له علاقة خاصة مع شركة سياحية بتحب تعمل معها، مش المدرسة اللي دائما متفق كل سنة أنها تطلعها. وطبعا كل طالب دفع 30 دينار. إيش هم 30 دينار؟ 30 دينار في منهم نظام 15 دينار بيسموه نظام السيفتي، على اساس لما يطلعوا رحله مغامرات السلامه العامه وكذا. طبعا من ضمنهم هذول لا جابوا لهم السيفتي ولا في شيء نهائي من هذا الحكي، طلعوهم جبال وتلفونات ما معهم، شناتي ما معهم، يعني ما في اي شيء من نظام السيفتي اللي حكوا عنه. حتى وجبات الغداء انهم قدموا لهم اياها كمان نفس النظام لا. يعني اللي اتضح الامر انه في نسبه معينه للمدير، طبعا احنا يعني ما نتهمه شخصيا، لكن حسب ما سمعنا انه في احتماليه انه في له نسبه من هال 30 دينار. تمام. طبعا احنا بالنسبه حتى لوالدي يعني كمان الورقه يعني ما وقع عليها ولا شافها. انا اخوي طلال الله يرحمه ما كان ناوي يطلع، بس الصبح حكى لوالدي انه هيك هيك، قال له ابشر من عيوني، طفل يعني ما تقدر تقول له لا. والله يرحمه يعني هو واحد من الناس يجوز فيه الحراحه، طفل يعني لغايه الان لو جبته معاه لقاء وراح يحكي لكم شو اللي صار. الله يرحمه انقذ 2 قبل ما هو يتوفى. طلال الله يرحمه طلع على الصخره لما شاف الفيضان جاي، طلع على الصخره مباشره، شاف في صديق له هو الحراحش وفي شاب ثاني على السريع طلعهم. فعلمك الصخور دائما في عليها زي العشب الاخضر بزحلق، فاجى شال اخر واحد بده يشيله، سبحان الله رفعه وزحلق. قضاء الله وقدره يعني. اكيد اكيد فقضاء الله يعني ما نقدر نعترض عليه. الحمد لله. بس ربنا كمان نفس الشيء بيقول لك يعني بناخذ بالاسباب. صح اكيد كمان.